محمد عبد النعيم، رئيس الجمعية المتحدة الوطنية لحقوق الإنسان. احنا بندفع ب 380 متابع على مستوى الجمهورية، ولدينا كان اكثر من 14 غرفة عمليات على مدار الثلاث ايام او 72 ساعة منعقدة، ورأينا طبعا بعض الانتهاكات الطفيفة في سلوكيات طبعا بعض المصوتين وبعض بعض الناس اللي هم الموظفين من داخل اللجان، ان هم يعني شفنا بعض اللي كانوا بيحاولوا ان هم يوجهوا المصريين للتصويت، فكان القاضي بيتوقف عن الموضوع ده باستمرار. وبعدين كانت الانتخابات ماشية بشفافية، وأول انتخابات تشهدها مصر فعلا بديمقراطية وبصناديق حقيقية بعيدة عن الزيت والسكر والرشاوي اللي متعودين عليها. وطبعا احنا رصدنا بعض المعوقات لحرارة الجو، ان هي منعت المصريين ان يكون الاقبال يبان بكثافة، ولكن مزاج طبيعة مزاج الشعب المصري ان هو بينزل بعد كثرة الموجة الحر بينزل. كان دايما شفنا الازدحام على مدار الثلاث ايام في الساعات الاخيرة قبل غلق اللجان، ونسبة الحضور اتوقع ان هي هتكون ما بين 58 ل 60%. يعني خدنا اكزامبل في لجنة واحدة لقينا نسبة الحضور فيها 3262 من حوالي 5400، دي مدرسة الظاهر الثانوية. وشفنا للمرشح عبد الفتاح السيسي أصوات كانت تقريبا حوالي 3211، وللسيد حمدين صباحي كان 105 صوت، وكان الأصوات الباطلة أفتكر إن هي 146 بالتحديد، وكان يعني نسبة الباطل أكثر من نسبة المرشح الآخر، ولكن هو ده المزاج المصري وهي دي. ومن أظرف الأوراق اللي احنا شاهدناها اللي كان واحد بيكتب في الخانة بتاعت المرشح يعني ربنا يولي من يصلح الى الشعارات اللي هي طبعا بتتكتب دي، وكان القاضي بيحتسب الاصوات دي طبعا باطله، ولكن كان اللي يؤشر على النجمه الخضراء بيعتبر ان الصوت ده صحيح ما دام هو مؤشر على الرمز نفسه، فبيعتبرها ان هي صحيحه. وانا شايف ان القضاء كانوا يعني اكثر التزاما وحياديا في الفرز اللي احنا شفناه. أما تقريرنا النهائي إن شاء الله هنعمله على مدار اليوم الثالث من إعلان النتيجة، عشان هنلم المحافظات كلها بتقرير يعني يكون معبر عن الشارع المصري ومعبر عن المصريين. وفي النهاية احنا بنقول ان احنا فعلا شاهدنا عرس ديمقراطي، واول مرة نلاحظ ان الانتخابات فعلا يأتي رئيس لمصر منتخب بالصندوق بدون توجيه من أجهزة الدولة وبدون توجيه من أي حد بعينه. وكان الصمت الانتخابي يعني الكل ملتزم، متابعين المناديب المرشحين بصراحة احنا لقينا اليوم الثالث يمكن أكتر كان متابعين السيد عبد الفتاح السيسي وليس حمدين بكثافة كان متابعينه اليوم الثالث، أفتكر كان عدم التواجد بتاعهم، لكن في اليوم الأول كانوا متواجدين، في اليوم الثاني كانوا متواجدين، يمكن الإعاشة بتاعتهم كانت محددة يومين، الثالث ده يمكن كان عبء على المرشح الثالث، فعشان كده يمكن ما. ولكن انا بقول برضو اليوم الثالث مد اليوم الثالث هو من اختصاص اللجنة العامة للانتخابات وليس من اختصاص اي مرشح من المرشحين، فده شأن حتى يعني يتحقق العدالة في الغرامة التي تقع على المواطنين. وانا شايف ان دي هتاخد عدم دستورية يعني، ولكن كان هي نوع من التحفيز للمواطن ان هو ينزل ويشارك وحتى يكون له رأي في مستقبلا ان يحاسب الرئيس، انما عندما يعني يعتذر التصويت فليس له الحق عند الرئيس يعني بالمطالبة. وانا بقول خسر فعلا اللي هو ما نزلش في العرس الديمقراطي اللي احنا شاهدناه. وبشكر يعني الاخبار اليوم على التغطية الجميلة اللي هي طبعا منتشرة بيها.